إذن مشاهدينا نعود ونرحب بضيفنا من بيروت مدير عام الطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن. سيد فادي، كنت أسأل هنا، هل تقرير بهذا الشكل يثير هذه المخاوف والشكوك يرد عليه أو يطمئن كل اللبنانيين والمغتربين بإيميل من الاتحاد الدولي، هل هذا كافٍ؟ لا، نحن بنهاية المؤتمر كمان بدي أضيف شيء كثير مهم كمان نحكي اليوم، أنه نحن اليوم وزارة النقل البريطانية أو الديبارتمنت فور ترانسبورت باليو كي كل سنة كمان بيبعثوا فريق تدقيق أمني على المطار، بيجوا بيشوفوا الإجراءات الأمنية المتبعة. في شركات طيران بتسير رحلات من مطار في الحرير الدولي إلى المملكة المتحدة، هي شركة طيران الشرق الأوسط، فبيجوا كل سنه بيعملوا. اخر زياره اجوها بكانون الثاني 2024، يعني هيدي السنه اخر مره اجوا ونعمل التقرير وما كان في عندنا ولا اي ثغرات امنيه. بالاضافه لهالشيء دعا بنهايه المؤتمر اليوم معالي الوزير، دعا سفراء الدول الاجانب في لبنان للحضور بكره الصبح الى المطار الساعه 10:30 والاطلاع هن بانفسهم على كافه الاقسام بالمطار وخاصه قسم الشحن اللي كان عم يحكي عنه. يجوا كمان هم يشوفوا بأعينهم الإجراءات المتبعة بالمطار لزيادة خلينا نقول الإثباتات أنه نحن فعلا ما عندنا شيء نذكر بهالتقرير الصحيح البريطاني. طيب، بالحديث عن هذه الإجراءات سيد فادي، أنت تتذكر بأنه كان هناك تقارير دولية وحتى امتعاض من طريقة التفتيش في المطار، هل تمت معالجة ذلك؟ ابدا، نحن يعني برجع بقول لك ستنا اليوم شركات الطيران عم يجوا يعملوا تدقيق على المطار. نحن ما بتذكر انه ولا من فتره قريبه انه اجانا اي تقرير من شركه طيران كانوا عم يشتكوا من الاجراءات التفتيش المعتمده بالمطار، سواء على الحقائب الركاب المسافرين او حتى على الشحن، لانه في كثير شركات طيران بتاخذ شحن من حتى كمان من والى مطار رفيق الحريري الدولي. طيب سيد فادي، يعني مطار لبنان ليس للبنانيين فحسب وللمغتربين، وأيضا هناك منه جانب للسوريين، كيف يمكنك اليوم من خلال شاشة الحدث طمأنة هؤلاء؟ نحن برجع بقول نحن أكيد كإدارة مطار إذا بدنا نطلع نحكي عن الإجراءات المتابعة بنقولوا أنه نحن إدارة مطار وعم ندافع عن مطارنا. لا، بالحقيقة أنا برجع بقول لك بالأدلة اليوم نحن ما عم نحكي عن شركة واثنين وثلاثة، نحن عم نحكي عن حوالي 45 شركة طيران تعمل من وإلى المطار، ومش من هلأ، من سنين، لبل والسنة كمان زادوا رحلاتهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي. هذا خير دليل، برجع بقول لك لو ما نحن الإجراءات اللي عنا سواء لناحية السلام العام أو لناحية أمن الطيران لو منا مطابقة للمواصفات المطلوبة عالميا، شركات طيران بحجم هالشركات ما رح تتردد ولو للحظة أنها توقف تسيير رحلات من وإلى المطار. طيب، ولكن ماذا منذ بداية هذه الاشتباكات بين الجنوب وبين حزب الله وبين إسرائيل، وأيضا تزامنا مع هذه التقارير، هل يمكن أن تتأثر الحركة في المطار؟ هل رصدتم ربما أي تراجع في اقتناء التذاكر أو ما إلى ذلك؟ نحن الحقيقة إذا منشوف الأرقام بهالشهر هذا، يعني بعدنا لحد اليوم عم يوصل إلى المطار يوميا ما لا يقل عن 14,000 راكب. هي عم نحكي هلأ بشهر 6، وشهر 6 نحن يعتبر بعثنا بأشهر الذروة بالمطار اللي هي شهر 7 وشهر 8. المؤشرات الأرقام مثل ما نحن عم نشوفها معناتها بعد الثقة موجودة بالمطار، المغتربين عم يجوا إلى المطار على الوقت، وبل أكثر ما نحن بنتوقع. نحن السنة برجع بقول لك بالمقارنه مع السنه الماضيه بنفس الوقت نحن اكثر من السنه الماضيه. هلا ان شاء الله اكيد نتامل انه بكره بس يتوقف العدوان كمان رح نشوف الاغراض حركه ركاب اكبر من هيك. ماذا عن المغادرين؟ كمان حركه المغادره هلا بعد الوصول اكثر بهالفتره، بس حركه المغادره كثير طبيعيه، مش مثل ما عم نحكي ابدا انه في عندنا اعداد. يعني هلا ان شاء الله نحن بالحركه اليوميه عم بيكون عنها الوصول أكثر من المغادرة. طيب، هل هناك ربما أي إجراءات استباقية خاصة مع الحديث عن وجود تشويش إسرائيلي فوق المطار وحتى فوق أجواء العاصمة اللبنانية؟
نحن من شهر 3/2024 وقت اللي بلشت ظاهرة التشويش ووقت تلقينا عدة تقارير من الطيارين اللي عم يجوا لمطار رفيق الحريري الدولي، نحن أصدرنا تعميم لجميع الطيارين، وهذا الإجراء متبع مش بس عنا، بكافة المطارات اللي قد تشهد تشويش على أجهزة الجي بي اس. مجرد ما الطيار ما عم يقدر يعتمد على أجهزة الجي بي اس بطيارة، عم يعتمد على التجهيزات الملاحية الأرضية الموجودة عنا بالمطار، وهذا إجراء 100% مطابق لإجراءات السلامة المطلوبة عالميا. من شهر 3 لهلا عم يعتمدوا على التجهيزات الملاحية الأرضية، ما صار في عنا ولا أي مشكل بهذا الموضوع، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه دائما لازم عند الطيار يكون في عنا أقل شيء وسيلتين يستعملهم للهبوط. نحن وكنا رفعنا الصوت، مجلس وزراء كان قدم بشكوى رسمية بخصوص الأمم المتحدة، وكذلك وزير الأشغال العامة والنقل بعدة مؤتمرات خارجية كنا كمان رجعنا رفعنا الصوت أنه لابد من إيجاد حل لهالموضوع. طيب، تحدثت عن زيارة للسفراء غدا صباحا، كيف تتأهبون لاستقبال هؤلاء، وهل ستقودوهم لزيارة يعني هذا الطابق السفلي الذي تم الحديث عنه في التقرير؟ نعم، مش بس طابق سفلي ستنا، بكرة عندهم هني حرية الاختيار بأي جزء بالمطار بيحبوا يكونوا متواجدين، سواء بمبنى المسافرين أو بمبنى الشحن أو بأي قسم من أقسام المطار. نحن بكرة أكيد رح نكون مواكبينهم بخلال زيارتهم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت مدير عام الطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن.